مساء الخير. من المتوقع أنه يتأثر لبنان اعتباراً من صباح يوم الأحد بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً بيؤدي لتأس متقلب وماطر أحياناً، وبيشتد تأثيره يوم الاثنين ليرجع ينحسر مساء يوم الثلاثة. جونا لبكرة غائم جزئياً ودرجات الحرارة عم تتسجل على الشكل التالي. منبدأ بعكر عم تسجل 24 درجة، طرابلس 23، العاصمة بيروت 22، وصور 23 درجة. ننتقل لبعلبك عم بتسجل 20 درجة، لقلو 12، زحلة 19 درجة، وجزين 18 درجة. نسبة الرطوبة الساحلة بتتراوح بين 70% و80%. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها عم بتكون بين 10 و50 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمائج. خلينا نشوف تفاصيل الأيام الجاية. لنهار الأحد جونا غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية، وبتصير دون معدلاتها الموسمية. الرياح بتضل ناشطة مع ضباب على المرتفعات، بتتسقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة بالمناطق الشمالية، ومن المتوقع أنه تشتد ليل الأحد الاثنين. درجات الحرارة عم بتسجل ساحلاً أقصاها 22 درجة. لنهار الاثنين جونا غائم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحراره مع ضباب على المرتفعات، بتتسقط امطار متفرقه بتشتد احيانا مع برق ورعد ورياح ناشطه مع انفراجات خلال النهار، اما درجات الحراره فبتسجل اقصاها لنهار الاثنين 21 درجه. لنهار الثلاثة والأربعة جونا بيتابع غائم جزئياً مع تحسن بدرجات الحرارة يلي بتسجل لنهار الثلاثة 22 درجة، بترتفع نهار الأربعة لل 23 درجة. هيدي كانت أخبار التأس للنشرة المسائية، بلاقيكم بكرة، تصبحوا على خير.